أقرأ آيات من إنجيل لوقا الفصل الخامس. قال الرب يسوع لسمعان: ابتعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نصب شيئا، ولكن لأجل كلمتك ألقي الشباك. ولما فعلوا ذلك ضبطوا سمكا كثيرا جدا، وأخذت شباكهم تتمزق. كما في البحر كذلك مع الرب، فلا وجود للسمك الكبير وصيد الحياة الوفير عند سطحية الشواطئ، بل ينبغي دائما الدخول إلى العمق. لكن الدخول إلى العمق له مخاطره، فالدخول إلى العمق من دون ربان يؤدي إلى الضياع في خضم البحار ويغرق السفينة بمن فيها. يقول سفر الأمثال: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. مسكين الإنسان الذي جعل من نفسه إلها، على فهمه وحده يتكل، يتعب طيلة ليل الحياة ولا يصيب من هذه الدنيا سوى سطحياتها. قد يربح العالم بأسره ويخسر نفسه. مغبوط هو من على الرب اتكاله. طوبى للرجل الذي في كلام الرب مسرته، وفي كلامه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. هكذا يقول المزمور الأول. آمين.